السلام أصدقائي، أنا بسمة في قناة بسمة للأطفال. شوفوا ديروا لنا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. هذه المرة درنا القبعات، والآن هنديرو عصا سحرية. دابا هنوريكم اش هتحتاجو. هنحتاجو مقص، سكوتش، لاباي، هنحتاجو شريط اي لون كان عندكم، الشريطه ديال التوب ماشي بالضروري يكون بحال هذا، اللي عندكم تاتوب عادي تقدروا ديروه. ونجوم من اجل زين كاينين هادو كيتباعوا، ما عندكمش بحال هادشي كاينين بحال هادو اللي تيبقاو تيطيحوا من المقبضات بحال هذا طيح من مقبضه البسمه. ودابا نبداو نوريكم الطريقه. اول حاجه نحتاجو مقص ولاباي، نخشو بشويه مقص هكا نقطعو من هاد الجهه ونمشيو الجهه المقابله ونقطعو هكا كي كتشوفوا اصدقائي. انا نوريكم عن قرب هكا تنقسموا لاباي على جوج. من بعد وريهم البسمه اش غادي نديرو. هذيك اللي قسمنا تندخلوا الاخرى اللي صحيحه في وسط هذيك اللي مقسومه هكا باش كنولي لنا العصا طويله. كنحيدو جهه هي جهه من هنا والجهه الاخرى غادي نخليوها ماشي مشكل، ونرجعو نوريكم. كما كتلاحظوا اصدقائي كنديروا السكوتش في هذه الملاقي اللي لقينا فيها لي باي باش هكا ما تتحلش معنا، وكنجيو لهنا الاول راس لاباي وكنحطو السكوتش بهذه الطريقه وكنقلبوه بهذه الطريقه باش كتولي البلاصه اللي تتلصق هي اللي فوقها. كما نحتاجو لا الكولا اخرى لا والو، ونفس الطريقه غادي نديروها نعاودها معكم باش تشوفوا. نحطو السكوتش ومن بعد تنقلبوه للعكس باش نردو البلاصه اللي كتلصق هي اللي الفوق كما كتلاحظوا، وتنشدو الدونتيل ديالنا اللي بغينا. وبهذه الطريقه هانتوما كي كتلاحظوا تيلصق معنا مباشره بكل سهوله، وتنبداو كنلويو بهذه الطريقه حتى تنوصلو للاخير ديال لاب. بالنسبه لاصدقائي لهاد البابيون بحال هادي كناخذ الشريط ديال الثوب مستطيل كنقسموه على ثلاثة بهذه الطريقة، تنطويوه على ثلاثة وتنجمعوه هكا في الوسط بالسكوتش. كي كتلاحظوا تجي شكل ديال بابيون. كنديرو داك ساعات هذوك الوريضات اللي شرينا كنلصقوهم بهذه الطريقة، أو أي شكل آخر بغينا نديرو هذوك لي بابيون اللي كيطيحو لنا من المقبضات أو أي حاجة. بالنسبة هنا ما عندناش الثوب ما عندناش هادشي، ماشي معنتها أننا ما نقدروش نصوبو، نقدروا ناخذوا كرتون كيف ما كان نرسموا عليه قليب او نرسموا عليه بابيون او نرسموا على اي حاجه ونصبغوه بالصبغه اللي بغينا ونلصقوها على العصا حتى هو تيجي رائع. دابا غادي نمشيو باش تشوفوا معنا الشكل النهائي. عندنا حتى هنا ماشي شوفوها الاطفال هكا زيدي شكل ثاني كتختار حطيهم باش يبانوا بسمه. وهو الشكل ثالث قليب وهو شكل رابع. نشوفو حتىهم هاكاك برافو بسمة، هادو كلهم مجموعين. ديرو لنا شي قليب هذا القليب اللي حاطة بسمة، وديرو لنا لايك واشتركوا في القناة. إلى اللقاء موح. إلى حلقة قادمة، يلا مع السلامة.